بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا يوم مبدعات درس جديد وهو بعنوان الاحتمال. فكرة الدرس يوم مبدعات سوف أحدد ما إذا كان الحوادث أكيدة أو أكثر احتمالاً أو أقل احتمالاً أو مستحيلة، وأيضا سوف نتعرف يا مبدعات على الاحتمال. لدي استعد، في الكيس يوجد 8 كرات، واحدة منها زرقاء والبقية حمراء. إذا سحبت نورة كرة من غير أن تنظر في الكيس، فما احتمال أن تكون هذه الكرة زرقاء؟ إذا يا مبدعات، لدي الاحتمال هو يعبر عن إمكانية وقوع حدث ما. أيضاً يا عزيزاتي يمكنني أن أستعمل الكلمات لوصف الاحتمال. لدي هذا الكيس يا مبدعات يوجد به سوار خضراء وأيضاً زرقاء. طيب يا مبدعات، ما هو احتمال اختيار سوار؟ من المؤكد أنه راح يكون أكيد، من الأكيد أنه سوف أختار اختيار سوار. طيب يا مبدعات، ما هو احتمال اختيار سوار أخضر؟ ألاحظ يا مبدعات أن في الكيس يوجد سوار أخضر أكثر من الأزرق، إذن سوف يكون وصف الاحتمال هو أكثر احتمالاً. طيب يا مبدعات، أيضاً لدي ما هو احتمال اختيار سوار أزرق؟ سوف يكون أقل احتمالاً. لماذا يا مبدعات؟ لأنه فقط يوجد لدي سوار زرقاء واحدة. طيب يا مبدعات، ما هو الوصف الذي سوف يكون اختيار سوار أصفر؟ أحسنتم، مستحيل. لماذا مستحيل يا مبدعات؟ لأن لا يوجد في الكيس سوار أصفر، إذن وصف يا مبدعات سوف يكون مستحيل. إذن لدي يا مبدعات أصف الاحتمال، ما إمكانية أن تكون الكرة التي تسحبها نورة زرقاء؟ نظر إلى الكيس يا مبدعات، يوجد لدي 8 كرات، يوجد منها 7 كرات حمراء وواحدة زرقاء. إذن يا مبدعات، ما إمكانية أن تكون الكرة التي تسحبها نورة زرقاء؟ أحسنتم، إذن احتمال أن تكون الكرة التي ستسحبها نورة زرقاء هو الأقل احتمالاً، لأن يا مبدعات يوجد لدي 7 كرات حمراء وكرة واحدة زرقاء. طيب يا مبدعات، ما إمكانية أن تكون الكرة التي تسحبها نورة حمراء؟ ما هو الاحتمال؟ هل هو أكيد أو أكثر احتمالاً أو أقل احتمالاً أو مستحيل؟ أحسنتم يا مبدعات، يوجد 7 كرات حمراء. إذن يا عزيزاتي، من الاحتمال أن تكون الكرة التي ستسحبها نورة هي حمراء، إذن هو أكثر احتمالاً. أحسنتم يا مبدعات. أيضاً يا عزيزاتي يوجد لدي مثال، إذن يا مبدعات يوجد لدي يا عزيزاتي هذا المؤشر. يوجد لدي قرص، يوجد لدي فيه العدد 4 وعدد 6 وأيضاً 12 والعدد 9. المطلوب هو ماذا يا مبدعات؟ إذا دار سامي القرص ذا المؤشر الدوار، ما إمكانية أن يقف المؤشر القرص عند عدد أكبر من العدد 3؟ ما إمكانية أن يقف المؤشر القرص عند عدد أكبر من العدد 3؟ ألاحظ يا مبدعات أنا لدي العدد 4، إذا أكبر من 3. أيضا لدي العدد 6، أيضا أكبر من 3. أيضا لدي العدد 9 وهو أكبر من 3. أيضا لدي العدد 12 وهو أكبر من 3. إذن كلها يا مبدعات أكبر من العدد 3، إذن من المؤكد أن مؤشر القرص سيقف عند عدد أكبر من العدد 3، لأن جميعها أكبر من العدد 3. واضح يا مبدعات؟ إذن الاحتمال سوف يكون مؤكد. أحسنتم عزيزاتي. طيب ننتقل إلى فقرة أكد. أصف الاحتمال وقف المؤشر، وقوف المؤشر عند كل لون من ألوان القرص، واكتبي أكيد أو أكثر احتمالاً أو أقل احتمالاً أو مستحيل. إذن لدي المؤشر يا مبدعات، لدي قرص المؤشر يا عزيزاتي، يوجد لدي اللون الأزرق واللون الأخضر واللون الأحمر. أصف الاحتمال يا مبدعات،
ما احتمال أن يوقف المؤشر عند اللون الأخضر؟ ألاحظ يا مبدعة، يوجد فقط لون واحد من الأخضر، إذن سوف يكون الاحتمال أقل. أحسنتم يا مبدعات، إذن سوف يكون أقل احتمالا. لأن لدي يا مبدعات فقط لدي اللون الأخضر واحد. طيب يا مبدعات، صفي احتمال أن يتوقف اللون عند اللون الأزرق. ألاحظ يا مبدعات أن اللون الأزرق لدي كثير، إذن سوف يكون أكثر احتمال. أحسنتم يا مبدعات. طيب يا عزيزاتي، صفي أن يتوقف اللون عند اللون الأصفر. مستحيل. أحسنتم يا مبدعات، لأن لا يوجد لدي لون أصفر. طيب يا عزيزاتي، فقرة 4، صفي احتمال أن يتوقف المؤشر عند اللون الأزرق والأحمر والأخضر. مؤكد. أحسنتم يا مبدعات، لأن الألوان لدي هي أحمر وأخضر وأزرق. واضح يا مبدعات؟ إذن شكرا لكم عزيزاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.